بالنسبة اللي بغيت نستفد منه أكثر هو بغيت ملاحظاتكم حول يعني النقائص ديال هذه الدورة هذه، شنو هي على مستوى يعني مجاله شاسع وواسع جدا، ولكن اللي خصكم تركزوا عليه هو المظلوم. وبالنسبة للصوت والصورة كذلك هناك يعني دورات تكوينية مخصصة مثلا للجورنال ولكن هذه كملاحظة تصدر في التقرير لأنها أساسية جدا، لأن بالنسبة للصورة الإلكترونية وتدوس على مستوى اتخاذ القرار، ولكن الصحافة لا زالت محدودة في هذا المجال هذا، يعني خصوصا مثلا في الصحافة الجهوية شنو ممكن تكون الاهتمامات ديال الصحافة الجهوية؟ إذا كنت صحفي جهوي شنو هي المواضيع اللي خصني نتطرق لها؟ وهادشي يعني كلها مفاوضات الميزانية الأمريكية. العنوان في الأخبار 100% غنشوفوا عناوين مرتبطة بالموضوع. هما الدغنية أنفو مثلا هنا جورنال جولاد سماو الدغنية أنفو عناوين دونك توت لانفو كانت تكون هذاك نتاعو لو مينيستر جابو هاد لو شابو بإمكاني نوقف هنا. جو سوي انفورمي. لا بياج دو باج مثلا بروك الصحافة الإلكترونية الجهوية في جهة سوس مسدرا كتعرف واحد هي في مرحلة النشوء، لا زالت في مرحلة البداية، بحيث أن التطور ديالها رهين بتكوين الصحفيين الجهويين المتخصصين في المجال الإلكتروني عن طريق دورات تكوينية، وذلك بهدف الرقي بالمضامين التي ينتجها هذه الصحف التي ينتجها هؤلاء الصحفيين، وكذلك الرقي بمستوى الإنتاج المضامين على مستوى الجهة. بالنسبة للصحافة الإلكترونية في جهة سوس مس درعا هناك تجارب رائدة في المجال، ولكن لا زالت هناك الحاجة الماسة إلى تكوين صحفيين جهويين في متخصصين في معالجة المواضيع الإخبارية بالجهة. اسم نجم النحاس تزنيت بالنسبة للدورة التكوينية كنشوف شخصيا بأن مرت في أجواء حسنة، كان تجو كبير مع الأستاذ عبد الصمد الوقيع يعني في الدورة التكوينية ديال الصحافة الإلكترونية، وهذه دورة ثانية مكملة للدورة الأولى، وباختصار يعني كانت دورة ناجحة بكل المقاييس. وكصحفيين بإمكانكم تزيدوها ككفاءة إضافية وكخبرة إضافية في هذا المجال، لأنه أساسي وهذاك هو اللي غادي يمكنكم من أن الموقع ديالكم يكون أكثر مشاهدة. اللي ممكن لابياج دو باج مثلا جوجل المحدده لو تختار شي مكان مستقبلا اللي هو بلوس تيك بالنسبه للصحافه الالكترونيه اللي هو يكون بلوس تكنيك شي صال بيان ايكيبي ب دي بي الله يلا يلا المهنية في المجال ديال
في المطعم في الداخل احنا بطبيعة الحال احنا دهينا في المرة الأولى، ولكن فعلا تأكد لنا أن هذه المؤسسة راه غادي في الطريق الصحيح ديالها من حيث العمل اللي تقوم به، من حيث الطبخ الطعام بطبيعة الحال كي قلت واحد الآخر قربنا ناكلو صباعنا. إذا هذا الشيء تنهنيكم وتنتمناو أن هذه الأناقة تلقوها إن شاء الله في المناصب ديال الشغل ديالكم في المستشفى. وتحية صحية للجميع. شكرا طمطم.